السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من ملف الانهيار الأمني والنزاعات العشائرية، وتحديدا في محافظة البصرة التي تتصارع فيها الميليشيات بسبب مواردها الاقتصادية، إذ تعد النزاعات العشائرية في مناطق جنوب العراق ووسطه إحدى أبرز المشاكل الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، والتي تحصل من وقت لآخر على شكل مواجهات مسلحة. طبعا تفاقمت النزاعات العشائرية خلال العام الحالي، وباتت تقلق الحياة وتهدد السلم الأهلي في مناطق عدة، والتي غالبا ما تكون وراءها تصفية حسابات كما يقول مراقبون أمنيون. وتتسبب تلك النزاعات بوقوع ضحايا من طرفي النزاع، كما تؤدي إلى إقفال مناطق كاملة لمدة يوم أو أكثر من دون أن تتدخل السلطات الأمنية لوقفها ميدانيا. في قضاء الدير شمال محافظة البصرة اندلع نزاع عشائري بمختلف الأسلحة، ما تسبب بقطع الطريق الرابط ما بين البصرة وميسان في ظل غياب الدور الأمني. دعونا نشاهد. جاي تشوفون الرصاص اللي خلفي، نزاع عشائري في أيام شهر محرم الحرام، لا احترام لحرمة هذا الشهر. جاي تشوفون كثافة النيران، للأسف القطاعات الأمنية المنتشرة قريبة من هذا المكان، لكن ما نستطيع. يعني سمعتوا إطلاق الرصاص، خطر على حياة الناس. تقريبا الطريق انقطع من هذا المكان بالتحديد، انتظر تدخل القطاعات الأمنية بهذا الاتجاه، خطورة كبيرة على سالكي الطريق من البصرة باتجاه بغداد، وتزداد أكثر مع استمرار إطلاق النار العشوائي المباشر على الطريق. أعتقد واضح بالصورة إطلاق النار الكثيف. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بالرغم من إعلان القوات الأمنية بعد هذا النزاع الذي شاهدتموه اعتقال 15 شخصا من المشاركين فيه، إلا أن مشاهد الخراب والدمار التي خلفها هذا النزاع الدامي ظهرت للعيان، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من قضاء الدير لمنازل محترقة من جراء هذا النزاع في حلقة جديدة من حلقات الانهيار الأمني في محافظة البصرة. لنشاهد. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو مروان يقول: وين وزير الموارد المائية؟ وين المفاوضين؟ وين الخبراء؟ طبعا أبو مروان حقيقة التعليق مرتبط بقضية المياه. سنعود إلى التعليقات مشاهدينا بعد قليل، لكن دعونا الآن نتابع أو نستمع لرأي السيد أبو علي من أبو غريب. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم، من نقليم ابو غريب يا عمي، الله يحفظك. اهلا وسهلا، حياك الله. الله يخليك. المي الحمد لله والشكر بفضل المطار يمنا، واحنا الحمد لله
الكهرباء موجودة والمي موجودة، بس نشكي هذول الجنوب اللي وعدهم مي. احنا الحمد لله والشكر الله ساتر علينا وفضل قائم مقام ومدير البلدية ومدير ما أبو غير، الحمد لله بخير بخير أبو غريب، ما الإقليم أبو غريب، الله يحفظكم ويحفظ الناس جميعا. تمام أبو علي، يعني المشكلة بالعراق هي مو مشكلة بس المحافظات الجنوبية، كل محافظات العراق بلا استثناء تعاني من نقص المياه، تعاني من أزمة انعدام الكهرباء. يعني إذا كانت أبو غريب وضعها أحسن من غيرها، مو معناها أنه هي بحال جيد جدا أو بحالة ممتازة، لأنه ظل منطقة ضمن العراق اللي هو بلد دي يعاني. احنا مو من ضمن العراق، احنا اقليم محدنا تابع المطار بغداد. ومنو قرركم اقليم؟ منو سواكم اقليم؟ هو اقليم، احنا الحمد لله المي يجينا من المطار والكهرباء تجينا من المطار والمي يجينا من المطار، والحمد لله فضل وقايم مقام الاستاذ عثمان الله يحفظه. تمام شكرا ابو علي، شكرا جزيلا. طيب بعيدا عن هذا الاتصال مشاهدينا الكرام، دعونا نعود الى الواقع، إلى المنطق، إلى الأحداث التي تجري في العراق. نصل الآن إلى القطاع الصحي مشاهدينا الكرام، هذا الملف ومعاناة مرضى الفشل الكلوي. طبعا في العراق هناك نحو 1 مليون عراقي مصاب بالفشل الكلوي، يعانون من نقص العلاجات اللازمة وتهالك النظام الصحي، فضلا عن انتظار المرضى لأيام من أجل العلاج، وذلك لعدم توفر أسرة كافية في المستشفيات مقارنة بأعداد المرضى، ونقص في الكوادر الطبية في رحلة علاج متعثرة بسبب المستشفيات والمراكز الحكومية. طبعا يقدر مسؤول في وزارة الصحة في العراق رفض الكشف عن اسمه، يقدر وجود أكثر من 500,000 حالة نشطة من الجنسين لمرضى الفشل الكلوي في عموم المحافظات العراقية، معظمهم ممن تجاوزوا سن 40. ويعزو المسؤول هذا الواقع إلى انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتزايد تناول المشروبات الغازية، إلى جانب مشاكل تلوث المياه وجودتها بسبب التنقية السيئة. طبعا أكد أن الرعاية المجانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي ليست بالمستوى المطلوب، وفي ظل هذا الإهمال لهؤلاء المرضى يبادر شباب عراقيون لمد يد العون لهم للمرضى عبر تنظيم حملات إغاثية تجمع التبرعات لتغطية تكاليف العلاج الباهظة، لكن القائمين على مثل هذه الحملات دائما ما يواجهون مضايقات من قبل القوات الحكومية تحول دون تنظيمهم لحملات جمع التبرع، كما حصل مع فريق تطوعي في محافظة النجف وفقا لشهادة القائمين على هذا الفريق، دعونا نستمع لها. احنا فريق شباب النجف التطوعي، صار يومين طارد وبلا قاعد الشرطة على مدى الطينة تصريح تنزل نجمع تبرعات لهذا المريض بالفشل الكلوي. هاي الحكومة لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل، لا يقبل القاعد يعطينا تصريح ولا هم يعالجون المرضى. احنا اليوم راح ننسحب حتى ما تصير مشاكل او مصادمات من الشرطة او شيء، راح نسحب الفريق كله راح ننسحب، لكن باكر نازلين احنا، شي يصير علينا خلي يصير نازلين، باكر ننزل ونجمع تبرعات لهذا المريض الفشل الكلوي. هاي رسالة القاعد الشرطة، اذا ما اعطيت تصريح باكر احنا نازلين، ما عاد انت بكيفك، واحنا شباب النجف طالعين نريد نعالج هذا المريض، فلا تصير حجر عثرة بينا وبوجهنا، لا توقف حجر عثرة بوجهنا. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا ضمن نفس الموضوع. يعاني مرضى الكلى في العراق من نقص حاد في ادويتهم، الأمر الذي يتزامن مع قلة مراكز غسيل الكلى على نطاق جميع المحافظات العراقية، مما يجبر المرضى إلى التوجه نحو المستشفيات الأهلية التي تستنزف أموالهم. وبالرغم من وجود عشرات المبادرات التي تحاول رسم صورة من صور التكافل الاجتماعي التي تنبثق من رحم المعاناة وتسهم في تخفيف من كاهل مرضى الفشل الكلوي في ظل قلة المراكز التخصصية التي لا تكفي لسد احتياجات المرضى، إلا أن هذا الجهد لا يغطي إلا نسبة قليلة من أعداد المرضى بهذا المرض في ظل ارتفاع معدلات الإصابة فيه. ناشط من محافظة النجف تساءل عن دور وزارة الصحة التي أدارت ظهرها للمصابين بهذا المرض وتركتهم دون حلول ناجعة لانتشالهم ومساعدتهم في ظل انشغالها بأمور ثانوية، دعونا نشاهد.
طيب مشاهدينا الكرام، إلى أن يجهز المقطع دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرضى الفشل الكلوي في العراق ومعاناتهم. ناشط من محافظة النجف كما قلنا لحضراتكم تساءل ووجه تساؤلاته إلى وزارة الصحة، ما هو دوركم الحقيقي عندما ترون هذا العدد الكبير من مرضى الفشل الكلوي ثم تديرون ظهركم لهؤلاء المرضى وتنشغلون بأمور ثانوية؟ دعونا نستمع إلى ماذا قال. عندكم قسم اعلام وتوعيه، شنو هاي فائدته؟ بس ذهب الوزير وجاء الوزير، ذهب الوزير وجاء الوكيل، واجى مدير الصحه وراح مدير الصحه، بس هذا حتى يقول لكم عافيه ويعطيكم رواتب ومكافآت. يا اخي الشعب قاعد يموت. انا كمواطن صار عندنا لجان، صار لنا سنوات السماوة وبصرة وعمارة وديالة وكل محافظة العراق بيها لجان للعوائل المتعففة للأمراض المستعصية. عمي بعد ما نلحق كنا كل ست أشهر بالسنة تجينا حالة واحدة، اثنين بالسنة عشرة، هسه ما نلحق. الخاص بالانستغرام وبالفيس وبالتيك توك وبالشارع والناس تدق بيبالنا تعالوا نشلوننا وقفوا ويانا، والشباب آلاف متطوعة قاعدة بالشوارع تلم 4000. العملية الكلى ب 30 مليون برميل، وتسوي عملية ويحتاج لكبر وكذا، وهاي 60 مليون. الناس انهجمت بيوتها، باعت سياراتها وبيوتها وتداينت. زين قسم، هاي أول وحدة، قسم الإعلام والتوعية صفر بوزارة الصحة. النوم تجي وزارة الصحة بس تصير تفتحين مراكز جراحية. أنا اشتريت الكلى ما يخالف أتحمل كمواطن عراقي، ينهجم بيت وبيت الخلفاي، ما يصير إلا بربيل. هاي المستشفيات الإمكانية المليارات قاعدة، ما يصير تساعدونا. ساعدونا عمي متنا بعد ما نلحق، والناس زعلانة، الناس قاعدة تموت. طيب مشاهدينا الكرام، دعونا نستمع إلى رأي السيد أحمد من ألمانيا. تفضل سيد أحمد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي مقدمة بسيطة، كما يعاني العراق بمختلف قطاعاته والصحة تعاني والمواطن العراقي يعاني أشد المعاناة بسبب يعني انعدام الخدمات الصحية بكل ما تعني الكلمة. نعم. حقيقة نظرا للتلوث البيئي، نظرا للتلوث الغذائي، نظرا ل كثير من الأمور التي حدثت وتحدث ومستمرة في الحدوث بالعراق، هناك الكثير من مرضى الكلى. أخي مسألة مرضى الكلى، يعني أنا أقول لك إياها، بال 2007 2008 2009 كان في باكستان موجود مستشفى عادي ومستشفى آخر يعملون كلى ويجيبون كلى ناس يتبرعون من بنغلاديش ومن ومن من عتها الأمم المتحدة. مسألة الآن التبرع بالكلى لا تتم إلا يعني قانونا، قانون دولي لا تتم إلا من خلال الأقارب ومن الدرجة الأولى أو الثانية. أما مسألة أنه الناس تعاني من الفشل الكلوي وبحاجة إلى غسيل، أخي عندنا 18 محافظة، أخي عندنا 18 محافظة، كل محافظة يخلوا بها 10 أجهزة غسل كلية أو 15 جهاز غسل كلية. هذا السر الطويل اللي يعاني به مريض الكلية بالانتظار، هذا يخف. أنا كنت في وقت من الأوقات عندي حصوة بالكلية وأعرف شنو معنات ألم الكلية. نعم. أعرف شنو اللي يعانيه يعني مريض الكلية. يعني سيد أحمد اللي تفضلت به كلام جميل ولا غبار عليه، لكن السؤال هو وهو السؤال نفسه اللي طرحه الناشط من محافظة النجف بالمقطع اللي شفناه، وجه هذه الأسئلة إلى وزارة الصحة، شنو دوركم وأنتم بشنو مشغولين إذا ما تسوون مستشفيات على طراز
كما موجود بالمحيط، على الأقل المحيط اللي حوالينا، ما نريد العالمية هاي بالدول المتقدمة، على الأقل بالدول المحيطة. أخي الكريم تناشد من؟ لا لا بعيد، لا لا بعيد عن المناشدات، هي تساؤلات، أنه بماذا انشغلت وزارة الصحة طيلة هذه السنوات؟ بشنو كانت مشغولة؟ بالسرقات يا أخي، الله أكبر، يعني حي على الصلاة، سرقات، لا أحد يفكر بالمواطن. عدو الكتلة السياسية الموجودة بالحكم عدوها الأول والأخير المواطن. يعني الآن نقول كهرباء ماكو، والله غاز الإيران وما يدفعون فلوس وما يدفعون كذا، وأمريكا مسوي يعني بس قادم. سؤال حقيقة أريد أسأله، يعني هو المواطن أكيد يعرف الإجابة، لكن لعل وعسى هاي التساؤلات والإجابات تصل إلى من لا يزالون يطبلون لهاي الأحزاب أو للعملية السياسية. هم دائما يقولون بلقاءاتهم ومقابلاتهم أنه الفساد هو السبب بعدم وجود خدمات أو قطاع صحي أو كهرباء أو غيرها. طيب مو هم نفسهم اللي دي يحكمون العراق صار لهم 20 سنة؟ من الفاسد اللي خرب قطاع الكهرباء واللي عطش العراق واللي أفقر؟ أنا وجنابك إحنا الفاسدين اللي نتكلم. أخي الكريم أنا أقولها وعلى الملأ، حساب البنكي معروف، أملك 10-15 ألف دولار، ينطوني ميزانية 100 مليون دينار، 50 مليون دولار، مسألة غسيل الكلى بالعراق كامل تحل، ومستعد أن يحصل تشيك على حسابي الشخصي يوميا. ولكن يعني هل عندهم استعداد يفرطون بهاي الثروة، بهذا الكنز اللي اسمه العراق، في سبيل يجي واحد وطني أو شريف يريد يشتغل صح؟ لا أخي هم هذول سادية، يعني نشوتهم في تعذيب المواطن العراقي، لأنه هم جاءوا حاقدين على الشعب العراقي، مو جاءوا المشهدان يقول إحنا جينا مقاولين تفتيش. الحقيقة عندهم حقد دفين، من سألوا الجعفري قالوا له أكو يومية 400 جثة ببغداد، قال خل الناس تنفس عن كبدك. هذا منطق سياسي؟ طيب. يحكم العراق ويكون رئيس وزراء العراق. أشكرك سيد أحمد، أنا أعتذر منك طبعا لأنه الوقت يداهمنا، شكرا جزيلا لحضرتك. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أحمد، بالنسبة للمستشفيات والفشل كلوي بالعراق، يا أخي ما أقوى اجتماع بالنسبة، يعني الجماعة مستمين بالصراعات والنزاعات وبيناتهم على مود مصالحهم مناصبهم، ومن سيكون الانتخابات جالس المحافظات. فالعالم اليوم يفكر توفير حياة كريمة يعني المواطن البلدان، احنا جاي نشوفها يعني جاي يفطرون، جاي يبنون، جاي يخدمون خدمات، واللي ما يقدم خدمات يعني يكون يسحب من المنصب مالته. يعني احنا اليوم اللي موجودين عندنا في الساحه السياسيه هم المواطن، يعني شوف فشل كل المجالات، لا بالقطاع الزراعي، لا بالقطاع الكهرباء، لا بالقطاع الصحي. هذا شنو؟ هذا دليل بانه الناس اللي جاي يحكمون هذا البلد هم ناس يعني مو اهل الحكم، ناس مو اهل مصلحه، ما يريدون يقدموا خدمه لبلدهم، ما يريدون يقدموا خدمه لهذا المواطن. شوف الامراض كثرت يا استاذ محمد. ليش اكو بعد من العراقيين اللي سيد عبد الرزاق اليوم اسمعني بس لو سمحت، اليوم اكو بالعراق يعني فئه من المجتمع العراقي، يعني حقيقه ما نقدر نقدر اعدادهم بالمضبوط، لكن هذه الفئه موجوده، يعني ما يهم اللي دا يصير بالعراق، ما يهم مثل ما تفضلت انه المسؤول واجبه ودوره وغصبا عنه انه هو يعمل للبلد ويقدم خدمات ويعكس الاموال اللي تصرف الى كمسؤول في منصبه الى منجزات على ارض الواقع. ما يفكر يقول لك لا انا اهم شيء الراتب يجي نهايه الشهر واسد حلقي واسكت واعيش، كهرباء ماكو، مي ماكو، اظل اقول الحكومه هي السبب بس ما يتحرك. ليش احنا بعد عندنا هاي الفئه موجوده بالشعب العراقي اللي ما يهمها
منو يجي، يا حرامي يجي، يا هو السارق اللي يجي، شو يسوون بيهم؟ أهم شيء بس الراتب أو الرعاية الاجتماعية أو الراتب التقاعد يجي، والله كريم نعوفها باكر ننتظر لعل وعسى يصير تغيير. هذه وقت أنا موجودة صحيح، هي بالدرجة الأساس إحنا نحسب على المواطن، يعني المفروض تكون عندنا ثقافة تحمل المسؤولية أستاذ محمد. يعني كل مواطن على قصر جاي يشوف يعني بقية البلدان، وهذه يعني رئيس الدولة أو أي مسؤول بالدولة ما يقدر يتعرض إلى سمعة البلد، يعني سمعة البلد خط أحمر. فشوفوا الشعوب الأخرى يعني متقدمة متطورة، شوفوا كل شيء ولا سمعة البلد، إذا تعرضت سمعة البلد المسؤول مهما يكون شأنه. زعلانين خطية الجماعة، زعلانين على العلم العراقي اللي انحرق بالسويد، زعلانين مقهورين على علم العراق، هم يومية يهينون باسم العراق، يومية يهينون بالعراق كدولة بسبب سياساتهم وتصرفاتهم الفاسدة الفاشلة، زعلانين على علم العراق اللي دا يحرق في السويد. يا أخي هذه إلها غايات يا أستاذ محمد، صدقني هم اللي يعني يتصورون بأنه الناس يعني مغفلين، لا الناس يوم تعرف كل خطوة يتحركها السياسي الفلاني والسياسي الآخر بأنه يردون شيء يتعلوه حتى على مود شلون ما تقول يدخلون للساحة السياسية. فهذه معروفة، لا صدقني لا المظاهرات من أجل اللي طلعت باسم القرآن من أجل القرآن، ولا المظاهرات اللي طلعت صحيح على سمعة العالم العراقي من أجل سمعة العالم العراقي، نص اللي طلعوا بالمظاهرات هم الميليشيات مدمنين مخدرات ومسلبشية. أنا أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك. دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الآخر لدينا في هذه الحلقة. يبدو هناك خلل بالشاشة صراحة. طيب مشاهدينا الكرام، إلى أن نصلح هذا الخلل دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نصل إلى الموضوع الثالث لدينا في هذه الحلقة. طبعا نصل إلى دوائر الدولة وتعامل موظفي هذه الدوائر مع المواطن أو المراجع بشكل عام. إنجاز المعاملات الرسمية ليس بأمر سهل في العراق الذي يشكو مواطنوه من الروتين الممل والمعقد، وهذا طبعا ما يشكو منه العراقيون بشكل عام جراء أو أثناء إجراء معاملاتهم الرسمية في الدوائر الحكومية، خصوصا أن 80% من الإدارات ما زالت تعتمد العمل الورقي بالرغم من إدخال النظام الإلكتروني إلى عدد كبير منها. وعند إنجاز معاملة ما يتوجب على المواطن عدم التذمر، إذ أنها قد تستغرق شهرا كاملا بينما هي لا تتطلب أكثر من ساعة من الزمن، وذلك يرتبط بالموظف المعني بإنجازها وغايته من تأخيرها. في الغالب يبحث موظفون عن منفعة ما،
وفي ظل أجواء حارة تصل فيها درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان، تعاني الدوائر الحكومية من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأضحى من غير المستغرب أن تجد كل من في الدائرة من الموظفين ومراجعين وهم يستخدمون الورقة المقوى في عملية التهوية، وذلك في ظل انعدام المولدات الكهربائية، ما يزيد من معاناة المراجعين في مثل هذه الظروف. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة من دائرة الضريبة في محافظة ذي قار بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها وتفاقم معاناة المراجعين. لنشاهد. هاي ضريبة الناصرية، هاي دائرة مع ضريبة الناصرية، لا كهرباء لا الله يعين. هاي شبابيك مسدودة، شبابيك هاي مسدودة، هاي الضريبة ضريبة الناصرية. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. عادة ما ينتهي ملف المعاملة التي ترهق المواطن وتثقل من كاهله لحين إكمالها، تنتهي إلى مكب النفايات أو في درج هذا المكتب أو تلك الخزانة وبشكل فوضوي، أو يكون مصيرها الضياع ليضيع معها تعب المواطن في تنظيم وترويج معاملته. وهذا ما حدث ويحدث يوميا في أكثر من دائرة حكومية، حيث التقط مواطن صورا من داخل مبنى إدارة ناحية جلولاء وحال معاملات تعويضات المتضررين وهي تعاني الإهمال والفوضى. لنشاهد. نستمر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. يعاني مراجعو دوائر الرعاية الاجتماعية من الطبقة الفقيرة والطبقة المسحوقة من تعامل موظفي هذه الدوائر والفوقية التي يتعاملون فيها معهم، حيث وجه مواطن رسالة شديدة اللهجة للعاملين في تلك الدوائر ودعاهم إلى تحسين معاملتهم مع المواطنين والمراجعين، كونهم وجدوا في خدمة الوطن والمواطن لا إهانته. دعونا نشاهد. هو دي أخذ راتب رعاية اجتماعية انشمل أو انشملت، المرأة من تجي تراجع لا تأخذون الفايل ماله وتذبونه بكارتونه، يعني ما أعرف يعني وين المتابعة مال وزارة العمل، وين شبكة الحماية الاجتماعية، وين متابعتكم إلى هاي الأقسام اللي خالة كراتين مال بيض، كراتين مال بيض فارغة، ومن يجي المراجع يطي الفايل يشمروه بالكارتونة، يعني ما أعرف شنو هاي الكارتونة. زين، هذا واحد. اثنين، وكو بعض الأقسام للمدراء، مدراء الأقسام البعض من عندكم هم شوية فهم المواطن، ترى هو مو أينشتاين جايك، ولا جايك عنده شهادة دكتوراه ولا ماجستير، جايك مواطن عادي، فهمه بقضيته وقل له واحدة اثنين ثلاثة وهيجي الراد منك وهيجي الراد منك، مو تقول له روح والله أنا ما أعرف وصيحون على العالم. زين، وأسلوبكم يعني المراجعة تظل 3 أشهر وأربعة أشهر، وعدنا بالأدلة يعني راجعك 3 أشهر أربعة أشهر، شنو ما تقول لي شنو دي يشتري دي يعجز على قطعة أرض، ما أعرف ايش عندكم يعني ايش تطون أنتم، جت راتب رعاية اجتماعية ودول المعوزين والفقراء هم جاي يجون يراجعون هاي الدوائر لاستحصال هذا الراتب 150 200. زين، هلا هلا بيهم. لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. هند تقول: مع الأسف النظام الإداري متهالك ومنهار في كل مؤسسات الدولة. تعليق من سحر تقول: الأحزاب باعت البلد كله وما حد يدري، ومن تجي على دائرة حكومية الطب بورقة تطلع بإضبارة ودافع وياها فد 150 لو 200 ألف رشاوي. تعليق من رافد يقول: أكثر دوائر الدولة هي مسالخ ومذلة للمواطن، هسه روح شوف ذوي الإعاقة تبكي على حالهم المراجعين. طيب، زيد يقول: لعنة الله على أحزاب السلطة اللي ما خلت كرامة للمواطن العراقي. كرام، دعونا نستمع إلى آراء بعض المواطنين. ويانا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي.
الكريم ومساء الخير لحضرتك العراق والعراقيين. سيد الكريم، يعني احنا ذكرنا واعتقد في حلقة كان فيها الأستاذ أثل قلت انه اليوم احنا لازم نفضح كل شيء موجود، كل فساد موجود عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، سواء عن التوثيق في الفيسبوك او التويتر او اي مكان. نعم، هذا الشيء الاول. حتى الفاسد يعني يعلم انه اكو رقيب عليه من المواطنين. نعم. الشيء الثاني استاذ، احنا نبدا من الحكومه اللي تعتبر حكومه يعني وتعتبر نفسها حكومه وتمثل شعب أمام المحافل الدولية. الآن العالم تطور إلى تكنولوجيا، إلى أرشفة المعاملات، إلى تصير المعاملة أساساً كلها عن طريق الأونلاين. ماكو مراجعات وتوقف. أول شيء إحنا ما عندنا دوائر للدولة مستعدة لاستقبال المواطنين، لا من كراسي، لا من كهرباء، لا من تكييف، لا من راحة. حتى الموظف، أكو بعض الموظفين يعني هو لو هو ما معذور. يعني أنت موظف أساساً تأخذ راتب حتى تنجز عمل، لكن الراتب اليوم الحكومة جاي يعني تهين الموظف أن راتبه ما يكفي. كذلك أجواء العمل الموجودة، لا كهرباء، لا تكييف، مضايقة بالعمل. كذلك أكو بعض يجي يعني يجيك مسؤولك أنت كموظف عادي، يجي مسؤولك تعرف أنه ما عنده حتى شهادة، بس ليش؟ أنه معين من الأحزاب، كان عنده ظهر بالحزب الموجود وعينه وصار مدير حتى يبوق بهذه الدائرة. فموظف ما عنده دافع حتى يشتغل. ثانيا، احنا اللي نشوفه اليوم الدولة هي سبب هذه المأساة، هي تريد تعذب الشعب عن طريق معاملاتهم. يعني شنو المشكلة انه يصير التقديم اونلاين وموظف ياخذون الاضباره من الناس، يقول له جيب رقم تليفونك وراح يجيك مسج على تليفونك انه شو وقت تجي تراجع. لأن إذا مثل ما ذكر أحد الأخوان يقول، أقول الموظف يقول ما أعرف. إذا أنت إذا موظف ما تعرف. طيب، يعني كل اللي تفضلت بي كلام سليم، ما بي مشكلة، لكن هناك بعض الملاحظات سيد أبو علي. أولا، الراتب اللي يتقاضى أي عامل في الدولة العراقية، إن كان موظف عسكري غيره، مدني أو عسكري، يعني هو ده يتقاضى نظير خدمة تقدم. إن كان المدني فهي خدمة تقدم إلى المواطن، والعسكري أيضا خدمة تقدم للمواطن. ما عنده خلق وما له واهس يشتغل، هاي مشكلة الموظف وليست مشكلة المواطن أن يتحمل هذه التصرفات من الموظف، ولا كذلك ليست مسؤولية هاي الدولة أنه هو هذا الموظف ليش ما يقدم خدمة. بالنهاية، رغم كل ما تفضلت به، وجود الواسطات والمحسوبية والرشاوة والفساد وغيره، لكن الموظف اللي يخاف الله وشريف يراعي الرزق اللي داخله، مليون دينار، 800,000، بغض النظر ما هو قيمة الراتب، هذا بحث آخر، هذا موضوع آخر نناقشه يتعلق بقضية الرواتب وسلمها وإنفاق الحكومة، هذا موضوع آخر. لكن أن أنت تتقاضى أجر يجب أن يكون نظير عمل، نظير خدمة تقدمها للناس. أنت شنو يعني جاي من نية، لو جاي الصخرة للمواطن تتعامل وياه بهذه الفوقية وتذلة وتهينة وتسمع كلام، وهو طبعا ساكت لأنه هو يريد معاملته تمشي، ما يقدر يحكي. هي أيضا عيب في الموظف، وليست فقط هي مشكلة الحكومة، أنه هي لا، هو أيضا الموظف أو بعض الموظفين يتحملون المسؤولية. نعم صحيح. يعني قلت لك من البداية أنه هذا مو عذر، لكن نعم. أكو شخص يعني يتحمل وشخص ما يتحمل. أكو ضغوط نفسية، لأن تتعامل مع بشر يعني متعددين المزاجات. طيب، انا ما اقول لك ان هذا عذر صحيح، لكن احنا اليوم السبب الرئيسي بالجائحة هو الدولة الموجودة المسيطرة على هذا الشعب. نعم. يعني انت من جي قلت لك تجيب لك موظف يعني جابتها الواسطة خلتها مدير عليك، وهو اساسا ما يعرف التعليمات ولا القوانين. نعم. في جاي يتحكم بيك وما ينطيك انت. طيب، بين المواطن المنهك وبين المسؤول يعني المسؤول المكفو. طيب، أنا طبعا أشكرك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط. يبقى بالنهاية دور الموظف يؤدي على أكمل وجه، والباقي على رب العالمين، هو اللي يتصرف ويا هؤلاء الفاسدين. لكن كورقة تمر من تحت إيدي ودوري أنه مجرد توقيع أوقعها وينتهي الموضوع، بدل ما أبهذل هذا المواطن المراجع اللي كاتل الحر أو بالبرد بالشتاء في سبيل ينجز هذه المعاملة. ويانا أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم،
هذا الاستعباد للمراجعين في الدوائر الحكومية والإذلال الذي يعاملهم به الموظفون الجالسون خلف الطبلان، جزعنا منه ورأينا منه الكثير. أخاطب كل موظف وأنا منهم، فكل موظف عندما يجلس خلف الطاولة نقول لك أنك لم تشتري هذا المنصب، وأنك لم تشتري المواطن، وأنك لم تأتي تفضلا أو إحسانا على هذا المواطن. تأخذ راتبا مقابل الخدمة التي تؤديها لهذا المواطن المسلم الذي يقف في الحرب في الطوابير ربما لساعتنا وأكثر. فلا داعي للتعالي. الفساد الذي تعاني منه الدوائر شهدنا منه الكثير، من المحسوبية والرشوة وإضاعة المعاملات. يا سيدي الكريم، يعني ماذا تقول لإمام وخطيب يقدم معاملة لأجل موافقة أمنية لاستلام الخطابة في مسجد معين في محافظة الأنبار، يبعث المعاملة عن طريق دائرة الوقف السني في مدينته لمرتين فتضيع هذه المعاملة، وغيرها وغيرها. فتعبنا وجزعنا من هذا التعامل. المحسوبية والتسلط والاستهتار والاستخفاف بمعاملات المواطنين، يعني بعضهم مدير دائرة في مدينة معينة، يأتيه كتاب وزير يخص موظفا معينا، فيأخذ هذا الكتاب ويتحدى هذا الموظف إن كان يستطيع أن يفعل شيئا في الوزارة التي تتبعها هذه الدائرة. فمختصر المفيد، الدوائر انفسدت. لماذا؟ لأن الجهة العليا التي مسؤولة عنها لا تحاسب ولا سبيل لمعالجتها إلا بزوار رأس الهرم. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. طيب، نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع وننتقل إلى الملف الرابع لدينا في هذه الحلقة، وهو الموضوع المتعلق بأزمة الجفاف ونقص المياه في العراق. في ظاهرة تكررت خلال العامين الماضيين، أظهر مقطع فيديو تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي تجول شخص داخل نهر دجلة سيرا على الأقدام وسط العاصمة بغداد، وأثار هذا الموقع المقطع المخاوف من خطر جفاف يهدد العراق وثرواته الحيوانية والزراعية، فضلا عن مخاوف من مساعي إقليمية ودولية لتعطيش العراق والعراقيين من خلال تسييس ملف المياه. لنشاهد. احنا وين هسه؟ احنا هسه بنهر دجلة، وهاي دجلة، شوف شوف، انا بنص الشط، ويجي أبو لسان الطويل ويقول لك لا وينكو، أنا بنص الشط هذا القياش، وين اللا مسؤولين؟ وين اللي يسمون نفسهم مسؤولين؟ دجلة ينشف والعراقيين راح يقتلهم العطش. الأهوار نشفت، الأهوار نشفت. خلي نشوف، هاي دجلة، هاي دجلة يا عراقيين، هاي دجلة، شوف القياش، شوف القياش، هاي دجلة يا عراقيين. والحكومة حايرة بالبوق، الحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق ما رتبت شيء للعراقيين، ما راحوا على تركيا على إيران وقالوا لهم افتحوا لنا المي، يقطعون التواصل بيننا وبين تركيا وبين إيران، يقطعون التجارة، إيران تجي تبوس إيدك وتركيا تجي تبوس إيدك، لكن من اللي يسويها؟ هاي دجلة، وشوف دجلة، هاي دجلة يا عراقيين، باوع القياش، أنا بنص الشط، أنا بنص الشط، شوف شم دنقة، واحد، اثنين، ثلاث دنق، قريب الدنقة الثالثة، هاي دجلة يا عراقيين. وين اللي يسمون نفسهم مسؤولين؟ هاي دجلة، دجلة الخير نشفت بوجود هذول الجبناء اللي مهمهم على العراقي. ولو تدرون، ولو تدرون شنو المي والخيس والطين كانت عجبتوا. هاي شوفوها، بس احرك رجلي، شوفوا شوفوا، ما احرك رجلي النوب، شوف شوف هسه هذا المي، شوف انتبه، انا احرك رجلي، شوف الخيسه، شوف الخيسه،
شوف المي هاك، شوف شوف المي، شوف الخيسة هاي دجلة يا عراقية. حال الفرات ليس أفضل من دجلة. من بغداد إلى قضاء تشبايش في محافظة ذي قار، حيث رصد مواطن من هناك لعب الأطفال لكرة القدم داخل حوض نهر الفرات بعد انحسار مياهه، في مشهد آخر يبين حجم الكارثة التي يعانيها نهراء العراق الذي عرف على مر العصور باسم بلاد الرافدين. لنشاهد. وين بقضاء تشبايش أطفال يلعبون طوبة بنص نهر الفرات، هذا الجسر الحديدي اللي ما بقى من الفرات بس اسمه، وذول الأطفال شوفوا وين يلعبون طوبة داخل نهر الفرات. بصراحة والله شيء محزن، دليل على أن الأهوار، هذا أكبر دليل على أن الأهوار مقبلة على كارثة بيئية حقيقية. للأسف الشديد تناقص المناسيب بشكل مستمر، دول الأطفال يلعبون طوبة بنص نهر الفرات. لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو مروان يقول: وين وزير الموارد المائية؟ وين المفاوضين؟ وين الخبراء؟ وين المسؤولين؟ بس كراسي ورواتب. 42 نهر من الجانب الإيراني ودجلة والفرات تم تقليلها إلى أقل من النصف، إحنا الشعب شنو بدينا؟ ظافر يقول: ابقى وزير الموارد، لا تكري دجلة والفرات ولا تحفر وتعمق البحيرات والأهوار ولا تبدي سدود، بس لغف وحرام. شو راح تقولون الله يوم القيامة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أريد أعرف وزارة الري مدري الموارد المائية شنو شغلهم؟ بس يستلمون فلوس ويبقون؟ ترى كارثة هاي، شوفونا حل، إلى متى هذا الغبن؟ تعليق من لمية تقول: عجيب السنة هذا المطر كله، وين راحت المياه؟ الله يستر من الجفاف. لنستمع سريعا مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت إلى السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي. طيب، فقدنا الاتصال مع أبو علي، إذن ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الهاشتاج مرتبطة بالموضوع الذي عرضناه والذي تحدثنا عنه قبل لحظات، وهو أزمة الجفاف في العراق، واسم اليوم هو الجفاف يقتل العراق. دكتور سعد يقول: الجفاف سيحول العراق إلى بلد أشباح، ستعصف بنا الأتربة والرمال يوميا، ولعلكم تشعرون بذلك الآن، كل هذا بسبب نقص المياه وقلة الأمطار وغياب الخطط المستقبلية للنهوض بالواقع الزراعي والبيئي. هند تقول: أزمة الجفاف والتصحر تستفحل في العراق وسط بوار للأرض وموت للماشية. دكتورة هالة تقول: المطالبة بحماية أنهر العراق من الجفاف واجب وطني. وتغريدة من رائد يقول: جفاف نهري دجلة والفرات يهدد استقرار وأمن العراق البيئي والمائي والغذائي. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلوا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.